وبالعودة مرة أخرى لهذه التغطية الإخبارية، ملف روسيا وأوكرانيا، نعود إلى الباحث والأكاديمي السياسي رامي القليوبي من موسكو عبر سكايب، ونعود إلى موضوع هذه التغطية والحرب الروسية الأوكرانية وتوغل الأوكراني في الأراضي الروسية والعكس، وتصريحات لويد أوستن الأخيرة أو الجانب الأمريكي، لأن هذا الجانب مؤثر حقيقة في الحرب. تفضل. لا شك أن الجانب الأمريكي هو الجانب الأكثر تأثيرا في مسألة دعم أوكرانيا في الكتلة الغربية. صحيح أن بريطانيا في الفترة الأخيرة، ألمانيا تمثلان أيضا جناح الصقور في مسألة دعم أوكرانيا، ولكن الولايات المتحدة هي اللاعب الرئيسي كونها القوة العسكرية والاقتصادية العظمى ضمن الكتلة الغربية. لكن في الوقت نفسه هناك الآن حالة من الترقب قبل الانتخابات الأمريكية، فإذا انتخبت هاريس فهذا على الأرجح سيعني استمرارا للنهج الحالي الرامي إلى ضمان عدم هزيمة أوكرانيا، ولكن أيضا ضمان عدم هزيمة روسيا خشية من ترسانتها النووية. في حال فوز ترامب سيكون الوضع مجهولا بعض الشيء، لأنه كرجل الأعمال أكثر منه رجل سياسة سيرفع شعار أمريكا أولا ليس كمجرد شعار وإنما كمنهجية للسياسات الأمريكية، ولكنه قد يصطدم بالإستابليشمنت الأمريكي الذي تجمعه معادات روسيا، وبالتالي هذا يعني أن فوز ترامب ربما لن يحدث أي تغيير. ولاحظنا أن بوتين قبل أيام أدلى بتصريحات أعرب فيها عن دعمه لهاريس لا ترامب، فيبدو أن موسكو تنظر إلى الموقف الأمريكي بشيء من الرصانة. يعني هل ترى في هذه التصريحات يعني أن روسيا ترى في وجود نظام بايدن أو جو بايدن أو أجندة كامالا هاريس وهي امتداد لجو بايدن وكانت مساعدة ونائبة له أن هذا في مصلحة روسيا، ولكن ترامب تحدث من قبل وقال أن يعني إذا كان في سدة الحكم عندما بدأت هذه الحرب بين روسيا وأوكرانيا كان من الممكن إنهائها في بضع دقائق أو أيام لأن علاقاته قوية بالجانبين، أيضا الاقتصاد في أمريكا وفي أوروبا يعني يتدهور وينخفض بسبب الدعم الكبير لأوكرانيا في هذه الحرب. هل ترى يعني كترامب كرجل أعمال أو كفكر اقتصادي سيحافظ على اقتصاد بلاده بخفض الدعم لأوكرانيا؟ ترامب ملياردير شعباوي ويرفع شعارات غير واقعية، فالنزاعات الإفنية والإقليمية قد تستمر لأشهر وسنوات وحتى عقود في بعض الأحيان، وبطبيعة الحال لها حركة كسور ذاتي ولا يمكن وقفها بين ليلة وضحاها. صحيح أن ترامب يمكنه أن يوجه إنذارا إلى الإدارة الأوكرانية والقول إما ستقبلون بالسلام وفق الشروط الآتية وإما قطع الدعم، ولكن هناك مشكلة تكمن في أن هناك استابليشمنت مؤسسة الحكم الأمريكية التي تصر على دعم أوكرانيا، وترامب كرجل أعمال سيختار ما يدعم مصالحه الداخلية الأمريكية ولا الخارجية. بالتأكيد يعني معلومات كثيرة وإفادات كثيرة لهذا النقاش. الأستاذ رامي القليوبي الأكاديمي والباحث السياسي من موسكو كنت معنا عبر الصوت.